أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. فإن كل لما جميع لدينا محضرون. فآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون. يأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون. وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاع إلى حين. وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. فإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا وندعم من لم يشاء الله وضعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. لا ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون. فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون. هم أزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون. لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون. سلام وقولا من رب رحيم. وامتازوا اليوم أيها المجرمون. ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. هذه جهنم التي كنتم توعدون. اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون.
ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكس في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون فاتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون أولم ير الإنسان أنا خلقنا لهم من نطفة خلقناهم من نطفة فإذا هو خصيم مبين واضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وآله وصحبه أجمعين اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم ببركة ختمات القرآن العظيم وبحرمة حبيبك ورسولك الكريم واعف عنا يا رحيم واعف عنا يا كريم واغفر لنا ذنوبنا بفضلك وجودك وكرمك يا اكرم الاكرمين ويا ارحم الراحمين يا رب العالمين Şu anda meclisimizde okumuş olduğumuz Yasin-i Şerif'ten, Mevlid-i Nebeviye'den, bundan mukaddem okunan Hatm-i Şerifler'den hasıl olan ecr-ü sevabı, evvela sevgili Habibin, Edibin, iki cihan güneşi, Bahri Alem Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin, aziz, latif, mübarek, muazzez, musaffa, ruhu şeriflerine hediye ediyoruz vasıl eyle. Cümlemizi sevgili Habibi şefaatine nail eyle.
hasıl olan sevabı âl-i ezvacı tahirat, ashab-ı güzin, tabi'in, tire-i tabi'in, eyn-i müştehidin, müşridin, mensubin, muhaddisin, müfessirin, fukaha, sülaha, huffaz, şühada ve huzat-ı müslimin hazratının ervahına hediye ediyoruz cümlesini hisse ya beyle. Ya Rabbel Alemin, mübarek kelamını bizlere kadar ulaştıran, ilme, Kur'an'a, İslam'a hizmet eden bütün hayır erbabının, ilim erbabının, hocalarımızın ervahına hediye ediyoruz cümlesini haberdar eyle. Onlardaki dini, gayreti, hassasiyeti, hizmet ruhunu bizlere de sen ihsan eyle. Ya Rab, hasıl olan ecrü sevabı dinimiz, vatanımız, devletimiz uğrunda canlarını feda eyleyen bütün şehitlerimizin, senin huzuruna varan, bu uğurda canlarını veren gazilerimizin ervahına hediye ediyoruz. Sen onları da hisse ya beyle. Ya Rabbel Alemin, hasıl olan sevabı, isimleri unutulmuş, nesilleri kesilmiş, geriden Fatiha okuyacak kimsesi kalmamış olan bütün ehli imanında ervahını hediye ediyoruz. Onları da haberdar eyle. Ya Rabbel Alemin, hasıl olan sevabı, bu hanenin sahibi merhum Mustafa kardeşimizin ruhuna ve evladı İsmail kulunun ruhuna ve gerek kendisi gerekse zevcesi cihetinden ahirete intikal eden uzak yakın bütün akrabayı taallakatının ervahına hediye ediyoruz. Sen cümlesini makbul ve meşrur eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, hatim okuyan kardeşlerimizin ne gibi muratları varsa, niyetleri varsa sen onları hasıl eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbi, bizler de son nefesimizde huzuruna varacağımız zaman cümlemize imani kamil, husn-ı hatimeler ihsan eyle. Bugün hane sahibi kardeşimizin bizlere ikram etmiş olduğu yemek ikramını sen kabula karin eyle. Bütün geçmişlerinin ruhlarına vasıl eyle. Hanelerine bereket ihsan eyle. Geride kalan bütün hane halkına sağlık, sıhhat, afiyet dolu, hayırlı, bereketli bir uzun ömür bahşeyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbi, dinimizi, devletimizi, vatanımızı, milletimizi koru. Harici, batini, zahiri, bütün düşmanların şerrinden muhafaza eyle. Ya Rab, son günlerde ülkemizde tasallut etmek isteyen harici güçler var. Memleketimizi doğudan, batıdan, kuzeyden, güneyden istila etmek isteyen, vatanımıza göz diken, içeriden de devletimizi bölmek isteyen, vatanımızı bölmek isteyen kötü niyetli hainler var. Sen onlara fırsat verme ya Rabbi. Kahhar ismi şerifinle kahru perişan eyle. El-Müzzil ismi şerifinle kendilerine zillet ihsan eyle. Zillet ver ya Rabbi. İlahi ya Rabbel Alemin, cümlemize sağlık, sıhhat, afiyet bahşeyle. Ya Rabbi, cümlemizin takat getiremeyeceğimiz kaza, bela, trafik kazası, yangın, zelzele gibi her çeşit musibetlerden bizleri, hanelerimizi, beldemizi, memleketimizi, tüm İslam dünyasını muhafaza eyle ya Rabbi. Ya Rab, okunan Kur'an'ın mucibince amel etmeyi, sevgili Habibin sünneti seniyyesi üzere hayat sürmeyi bizlere ve nesillerimize ihsan eyle ya Rabbi. Sübhane Rabbike Rabbil İzzeti Amma Yesifun ve selamun alel mürselin velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha. Hepinizin ağzına sağlık, Allah razı olsun. Amin. Çay getireceğim, oturalım. Allah kabul evet, eylesin. Zihni Bey, mevlid okundu. Allah razı olsun hocalarımdan, amcamın ruhu için. Işte. Amcana da Allah rahmet eylesin, makamı cennet yani olsun inşallah. Için. Allah razı olsun hepinizden, sağ olun. Bu videomuzu izleyenler de inşallah Fatiha İhlas okurlar. Hepinize teşekkürler. Tokat Erbağ'dan hepinize sevgi ve selamlar. Bizi izlemeye devam edin.